احنا الاثنين كنا في الليسي ساعتها. صح. في المنصوره محدش بقى مصدق خالص ان في الليسي دي، لان انا ما اعرفش ولا كلمه فرنساوي. وده اللي بيخلي التايكوندو لعبه كمان يعني كويسه جدا للبنات. انا عايز اكلمك ان انت يعني ربما اهم واقدم ناشر لمجلات باللغه الانجليزي في مصر. كل اللي بيكتب بيكتب عن كره القدم فقط. ده حقيقي. فانا تقعد تجي لي المجله واتفرج عليها اقول يا مصر ما فيهاش مجله عن الرياضه بالكواليتي دي ليه؟ حتى ان الناس دايما بيحبوا يخرجوا من عباءه الاب. انا عاجبني انك بتخش في عمق المواضيع، يعني دي اول مره حد يتكلم في بالتفاصيل. حتى مهم قوي الحقيقه. كمان العدد ده انا بفتخر بيه جدا وانت موجود فيه كمان. ده حقيقي. انا محتفظ بيه عشان كده. لان الله يرحمه عمر الشريف كان صعب جدا اي جورنالست عالمي مش مصري يقابله. هي تالت افضل لعيبه في العالم كله. ناستي تايب اوف باليه. عبير جبار يعني زي بتوع الباليه بيلعب، بس الرجل لما بتوصل اوعى وشك يعني. فكل ما يضربني اقوم ماسك رجله. فقال لي لو مسكت رجلي مره تانية انا هقسمك نصي. بس لازم اقول التايكوندو يكسب.